أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للذين يتفقون في الدين بدون دراسة مذهب معين؟ الذين إيش؟ يتفقون في الدين. يتفقون؟ نعم. هذا إيش معنى يتفق؟ يتفقون في الدين. ها؟ ما نصيحتكم للذين يتفقون في الدين دون دراسة مذهب معين؟ لابد من دراسة المذهب المعين للمبتدي واللي ما عنده علم غزير، لازم ياخذ احد المذاهب الأربعة. احسن لهم من انه يضيع، ما بلغ رتبة الاجتهاد صار مثل الأئمة الأربعة يجتهد اجتهاد مطلق. لازم التقليد في هذه الحالة، لكن ما يقلد الا من معه الدليل، يترجح عنده دليل ياخذ بقوله. نعم.